بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل، أي باب إنشاء الطلاق في الماضي وإرادة الطلاق في المستقبل. فعندنا إنشاء وعندنا خبر، فالإخبار عما وقع منه في الماضي يقع. فلو قال لزوجته: أنا طلقتك قبل شهر بشهادة فلان وفلان، يقع. أما إذا أراد إنشاء طلاق اليوم ولكن ينسبه إلى أمر ماض لا يقع، وهذه قسمة عقلية. مثل لو قال شخص: قرأت هذا الكتاب، أو لو قال شخص: أنا أقرأ هذا الكتاب أمس، وهو يقرأه الآن، فهذا لا يصدق عقلا، فكلامه في غير محله. ومثل لو قال شخص: أنا أضرب زيد أمس، وهو الآن يضربه، فهذا لا يصدق. فالمقصود بالطلاق في الماضي أي إنشاؤه، يعني إحداثه. فلو قال شخص: أنا أطلق زوجتي أمس، وهو الآن، فهذا لا يمكن. لذلك قال المصنف: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. فإذا قال: طلقتك أمس، مثل لو شخص يأكل الآن ويقول: أنا آكل أمس، الجواب لم يقع. إذا لم ينوه لم يقع، والمراد بالنية بأن هذا الكلام بالنية يتحول من إنشاء إلى خبر فيصح الطلاق. فلو قال شخص مثلا: أنا آكل أمس، وهو الآن يأكل، ثم قال: أنا أقصد الآن أنا آكل، نقول: إيه صح كلامك. فكذا لو قال: أنا طلقت زوجتي أمس، وهو الحاضر الآن، لكن قال: أنا أقصد الآن، فيقع. ذلك قال المصنف: فإذا قال طلقتك أمس، وهو لم ينوه، يعني لم ينوي إنشاء، لم ينوي إحداث طلاق جديد، قال: لم يقع. ذلك قال: إذا قال: أنت طالق أمس، أو قال: أو قبل أن أنكحك، يعني أنت طالق قبل أن أتزوجك، فهذا لا يمكن أن يتصور، فهذا لا يمكن، لأنه طلاق فضولي لم يقع عقد النكاح بعد. لذلك قال: أو قبل أن أنكحك، ولم ينوه، يعني ولم ينوي إنشاء طلاق جديد الآن. أما إذا نواه فهو إحداث للطلاق الآن، أما إذا لم ينوه قال: لم يقع. فإذا قيل له: أنت قلت أنت طالق إن لم أنكحك، فقبل أن أنكحك، فأنت تقصد بهذا الطلاق، فهذا اللفظ الطلاق. فإذا قال: لا، أنا أقصد منه طلاق سبق مني أو من الزوج الأول الذي قبلها، وأمكن تصديق ذلك، يقبل كلامه. يعني لما قال المصنف: وإن قال بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن، قبل. يعني لو قيل له: أنت قلت زوجتي طالق قبل أن أنكحك، فقال: أنا ما أريد الطلاق، إحداث الطلاق الآن، وإنما إنشاء. ثم قيل له: لا، أنت تقصد. فقال: أنا أقصد طلاق سبق مني، الطلقة الأولى،
لذلك قال فإن قال بطلاق سبق منه وإن أراد بطلاق سبق منه، يعني وإن أراد بذكر طلاق سبق قبل عقد النكاح بطلاق سبق منه في طلقة أولى أو ثانية أو من زيد أو من طلاق من زيد، يعني قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، فقيل لها أنت تنوي الطلاق؟ قال أنا ما أنوي الطلاق، وإنما أنا أخبرها بأنك قد تطلقت من زوجك السابق قبلي زيد، وأمكن بأن كانت متزوجة حقيقة قبله بزيد أو هو طلقها طلق أول أو ثاني، فقال كما فأخبر كما فأخبر بما حدث، ولم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك، مثل لو قالت لا طلقني فقال أنت طالق، أو كان حال خصومة فطلقها. أما إذا لم يكن هناك خصومة ولم تطلب الطلاق وهناك قرينة على أنه يقصد طلاقا لم يقع منه الآن كزوج سابق منه أو بطلقة سابقة منه، قال المصنف قبل، يعني يقبل كلامه ولا تطلق زوجته. ثم بعد ذلك قال فإن جن فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، يعني لو قال لزوجته أنت طالق أمس ثم مات ما تطلق زوجته، لأن لم يبين المراد هل هو إنشاء أو خبر. وكذا لو قال لزوجته أنت طالق قبل أن أنكحك لا تطلق، لأن لم يبين هل هو إنشاء أو خبر. وكذا لو جن يعني زال عقله، لو شخص قال لزوجته أنت طالق أمس ثم زال عقله لا يقع الطلاق. أو خرس يعني ولم تفهم إشارته بأن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ثم انعقد لسانه وصفها لا يستطيع الحديث ولا تعرف له إشارة ببيان مراده، قال لم تطلق، لأن الأصل هو عقد النكاح ولا يخرج عنه إلا بيقين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل المتمتع يمسك عن الأخذ من شعره وأطفاله من أول أيام ذي الحجة مثل الذي يضحي؟ لا، الذي يمسك عن ظفره وشعره من أراد أن يضحي، يعني من سيدفع المبلغ للأضحية هو الذي يمسك، أما المضحى عنه مثل الولد أو الزوجة وهي لا تريد تضحي ما تمسك، وكذا المتمتع وغيره. يقول عن أمس، يقول هل أضع العسل على الماء بعد أن يفور أم أضعه على الماء ثم أفوره؟ تضع الماء يغلي لوحده ثم تخرجه وتضعه في إناء ثم تأخذ ملعقتين أو ثلاث عسل وتضع على الماء الفاتر هذا ثم تستنشقه. يقول لم يتضح المراد من قول المصنف إن أراد بطلاق سبق منه ومن زيد وأمكن قبل، يعني لو قيل أن طلقت قال يا أخي ما طلقت أنت، لما لو قيل أنت طلقت لما قلت لزوجتك أنت طالق من زيد، لما قلت لها أنت طالق قبل أن أنكحك قال نعم أنا طالق، قلت أنت طالق قبل أن أنكحك، لكن أقصد بالطلاق الذي ذكرته بطلاق أنا سبق أن طلقته فأنا أخبرها، أو بطلاقها من زوجها الأول وأنا أخبرها الآن، وأمكن صدق كلامه بأن فعلا متزوجة من قبل أو أنه طلقها من قبل ولم يكن فيه خصومة أو طلب سؤال طلاق منها له.
يقول هل للحاجة أن يأخذ المشاعر يوم العيد إذا لم يضحي أضحية وصى بها؟ لا، حتى تذبح أضحيته. يقول ما من أقول مصنف وأمكن أقبل، هل الذي يقبل الطلاق أم عدم الطلاق؟ لا، يعني يقبل كلامه في تبريره، يعني ما تطلق.